بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل إلى ظهر الدور أمين. الأحد الثاني من شهر مصر المبارك من إنجيل معلمنا لوقا البشير إصحاح 5، وبيتكلم عن دعوة لاوي العشار اللي هو متى الرسول. لو حبينا نحط عنوان القصة ديت او دعوة لاوي، ممكن نقول كده ان كل واحد فينا في فكر يسوع، كل واحد فينا في فكر يسوع، حتى لو عن ضعف مننا ما كانش هو موضوع حبنا الكامل، لكن زي ما قال له أغسطينوس كده: انا يا رب موضوع حبك، انا موضوع حبك، كنت ببحث عنك خارجا لكن ما كنتش عارف ان انت داخلي قريب مني جدا. حتى لو عن ضعف انا في خطية في مكان الجباية بتاعي، لكن انا بالنسبة للمسيح انا شغله الشاغل، موضوع حبه. عشان كده لما الملاك بشر الملاك قال ظهر ليوسف في حلم، قال له عن العذراء انها ستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لانه ايه؟ يخلص شعبه من خطاياهم. تدعو اسمه يسوع. عشان كده يسوع لما عدى هو ده عمل كل واحد فينا، عدى عليه هو دعوته دعوة خلاص، دعوة حب، دعوة حياة أبدية لكل واحد فينا. اتقال عنه كده: جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك. عشان كده مهم قوي واحنا بنقرا الكتاب المقدس هو بيعرفنا مين هو يسوع المسيح. كتير قوي لما بنقع في الخطيه او نضعف او نبعد نشعر ان المسيح واخد موقف مننا كانه عدو، كانه عايز ينتهز فرصه ليهلكنا، لكن الحقيقة العكس، هو بينتهز كل فرصة لخلاصنا ولنجاتنا. وده اللي عمله مع لاوي، انه قاعد في مكان الجباية، مكان الخطية، المكان المظلم، لكن المسيح جاء ليفتقدنا في مكاننا. يقول كده، نقول كده في القداس الغروري: لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا نبيا ولا رئيس اباء ائتمنتهم على خلاصنا، بل انت بغير ايه؟ استحالة، انت اللي جيت بنفسك. ان كان لاوي تقصى قلبه وفقد كل نظرة احترام وكل نظرة حب وكل نظرة قبول، لكن لقى كل ده في يسوع لما عدى عليه. لو تفتكروا ده اللي حصل مع الشاب الغني لما جه للمسيح، والمسيح عارف حالته، المسيح يقول كده: نظر إليه وأحبه رغم ضعفه، رغم أنه هو في محبة جواه مسيطرة عليه، رغم أنه هو مضى من قدامه ومشي، لكن يسوع نظر إليه وأحبه. دي نظرة يسوع لكل واحد فينا. مهم قوي أن أنا من خلال قصة لاوي أو متى أو من خلال كل مقابلة المسيح يتقابل فيها مع شخص، أحط في ذهني كده صورة المسيح او نظرة المسيح ليا بتبقى عاملة ازاي. هو حضنه مفتوح، دعوته دعوة حب، دعوة خلاص، دعوة حياة ابدية. حضنه لا يمكن يتقفل ابدا قصاد كل واحد فينا. يقول كده: من يقبل الي لا اخرجه خارجا. طب واللي مش قادر يقبل يا رب انت هتتخلى عنه؟ لا. يقول: قصبة مردودة لا ايه؟ لا يقصف. حتى القصبة اللي خلاص لا هو يرجعها. الفتيلة المدخنة لا يطفئ. يقول كده: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. طب أنا جاي لك يا رب النهاردة، أنا أول واحد مريض، أنا أكتر واحد مريض، جاي لك أقف قدامك واثق يا رب إن أنت إيه مش هترفضني. عشان كده أكتر حد كان حاسس بلاوي هو المسيح. نظرته
غير نظرة العالم، نظرة الناس اللي حوالين لاوي شايفاه في شكل معين، لكن نظرة المسيح مختلفة بقى عن كل ده. محبته لكل واحد فينا هي محبة غير مشروطة. ساعات احنا بنحب عشان، لكن هو بيحب بالرغم من، عشان دي يعني في سبب، بنحب بعض عشان سبب معين. لكن محبته لينا هو بالرغم من كل ضعفاتنا، كل عيوبنا، كل خطايانا، انا ابنه بيدور على خلاصي، بيدور على خلاصي. قديس يوحنا ذهبي الفم يقول كده، ان المسيح بيتلكك لينا عشان يدخلنا السماء، مش عشان يخرجنا، لا ده بينتهز كل فرصة، كل دمعة تنزل من عينينا من اجل خلاصنا وتوبتنا. عشان كده الجميل في قصة لاوي زي ما اتقال كده عن ابونا ابراهيم، لما دعي اطاع، لم يرفض الدعوة، ما اجلهاش، هو قرار، قرار توبة، قرار رجوع، قرار ام، فقام ومشي معاه بدون اي حسابات. لو كان قاعد يحسبها كان ممكن تعطل، زي فليكس الوالي لما بولس الرسول كلمه عن البر والدينونة والتعفف، وخلاص كان قال له متى حصل على وقت استدعيك، نأجل الموضوع. تأجيل الموضوع بيبقى من الشيطان، لكن هو قرار لما دعي قام وترك كل شيء وتبع المسيح. احد القديسين يقول كده وهو بيصلي، بيقول له يا رب انا خروفك وان لم اكن في حظيرتك، يعني حتى لو انا بعيد انا برضو خروفك، وانا درهمك وان لم اكن في كيسك، انا الدرهم بتاعك المفقود حتى لو مش معاك، بس انا درهمك، انا بتاعك يا رب، انا ملكك، رجعني ليك. قديس أغسطينوس بيقول كده، ان من يقتفي اثارك، يعني يمشي وراك، لن يضل قط، مش هيبعد، وان من امتلكك شبعت كل رغباته. وده اللي حصل مع متى، شبعت كل رغباته اللي كان بيظل عايز يشبعها ومش عارف يشبعها، رغم انه كان يمتلك كل شيء، لكن وجدها في المسيح. زي المثل اللي قاله المسيح كده، يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى في حقل، وجده انسان فاخفاه، من فرحته مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. وقال مثل تاني كده، يشبه ملكوت السماوات انسان تاجرا يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن عمل ايه؟ باع كل حاجة، ترك، استرخص اللي كان غالي في عينيه. ما هو اللي بيلاقي المسيح او يشبع بيه او عينيه تنفتح على المسيح، يلاقي نفسه الحاجات اللي كان ماسك فيها بقت رخيصة في عينيه، خلاص شاف الدنيا ايه؟ صغيرة قوي في حجمها الطبيعي. هو كان مكبر كل حاجة، لا ما كانش ده الوضع الطبيعي، لا دي كانت مجرد كده حاجة صغيرة قصاد محبة ربنا. لما العينين بتنفتح على محبة المسيح، عشان كده احد الاباء القديسين يقول كده، محبة المسيح دي غربتني عن اي حاجة في العالم، كانت بقيت غريبة عني وانا غريب ايه عنها، انا رجعت لايه؟ للصورة بتاعتي الاصلية. فمهم قوي ان قصاد كل دعوة ما يبقاش في تأجيل، قصاد كل دعوة بقى في استجابة. ها انا ذا يا رب، ماذا تريد يا رب ان افعل؟ بولس الرسول لما جات له الدعوة ما تأخرش، ما اجلش، قال كده حتى، لم اكن معاندا للرؤية السماوية، ما عاندتش، ماذا تريد يا رب ان افعل؟ هترك، هترك، احسبها نفاية لكي اربح المسيح واوجد فيه، واوجد فيه. دي بقى قيمتي الحقيقية في مين؟ مش في الاشياء، لا، ساعات العالم يصور لي ان قيمتي الحقيقية في الاشياء في شكل معين، لا، قيمتي الحقيقية هي
في المسيح ان انا ابنه. ربنا يدينا دايما كل دعوة المسيح بيدعوها لنا يبقى فيها قبول مننا ورجوع وقرار توبة، زي ما تقال كده عن ابونا ابراهيم لما دعي اطاع. ربنا يدينا دايما نعمة وحافظ علينا وبارككم للهنا كل مجد وكرامة من الان والى الابد، امين. صفية سوبرس خمين كريا ليسون خنقوم اسمي بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآن.